غادي نمشيو دابا فقره صحه. وفقره صحه بمناسبه اليوم العالمي لمرض الصدفيه اللي تصادف بطبيعه الحال يوم الجمعة المنصرم 23 أكتوبر، كان ولا بد منا أن احنا ما نستوقفوا حول هذا المرض، المزيد من التحسيس والتواصل مع عدد من المتتبعين ديالنا، نفهموا على الأقل هذا المرض، مرض الصدفية اللي كتعتبر من الأمراض الجلدية المزمنة واللي كيكون ناتج عن وجود خلل في الجهاز المناعي. اللي غادي تكلمنا أكثر عليه أكيد دكتور نادية رضوان، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية والتجميلية. نبغي نحييها ونشكرها على قبول دعوتنا. دكتور نادية، السلام عليكم. وعليكم السلام سمية. السلام عليكم المستمعين والمستمعات الكريمات. حقيقة سمية، مرض الصدفية هذا وقت نيت، وقت ديال التحسيس، ما تعرفوه دابا المستمعين ولو تعرفوه، ولكن دائما فيما كنحسوا فيما كنعطيو الأعراض فيما كنقولوا الأسباب، فهذا الشيء غير باش نقللوا من المضاعفات ونحسنوا من الجودة ديال لا بريزون شارج ديال العلاج ديال المريض. صحيح. فباش نتقربوا أكثر دكتور نادية رضوان، مرض الصدفية شنو تنقصدوا به؟ فين كيصيب؟ فين كيكون في الجسم ديال الإنسان؟ دونك مرض الصدفية كيف ما قلتيها سمية هو مرض مزمن، أول حاجة مرض غير معدي، كنبغي نشير فيها من الأول. دونك هو مزمن، هو غير معدي، هو مرض مناعاتي. ملي كنهضروا على المناعة الذاتية فكنهضروا أن السيستم جهاز المناعاتي عوض ما يعاوننا، عوض ما يحمينا من الجراثيم، من الفيروسات، من الميكروبات، فهو كيولي غادي كيضرب لنا الجهاز المناعاتي، كيضرب لنا الجلدة ديالنا وكتعطينا هاد الصدفية. دونك هاد الجهاز المناعاتي فاش كيضرب لينا الجلدة ديالنا شنو تيطرى؟ الجلد حتى هو تيبغي يعاود يكون هاد الطبقات الجلدية اللي ضربها الجهاز المناعاتي، وهذا التعويض تيكون بواحد الوتيرة سريعة جدا، اللي هادشي اللي كيخلينا تيولي عندنا تشكل واحد القشرة. وكما كنعرفوا بان المرض الصدفية اهم حاجه عنده اللي معروفه انه كيتكون من واحد الطبقات تاع القشره، بقع تاع القشره حمراء، وبعد مرات كتقدر تكون فيها حكه. هاد القشره فين كتكون خصوصا كتكون معروفه عندنا، يعني فاش كنقولوا بان المرض كنشوفه غير بالعين ديالنا كنعرفوه راه صدفية، فتتكون منو في الركبه، كتكون في الوكود وفي الركبه، هادو هما المناطق اللي معروفين تتكون فيهم الصدفيه، واللي كنقولوا راه هذه يعني بلا تحيله جلديه بلا خزعه جلديه كنقولوا هذا كيبان غير بالعين مجرده. بالعين مجرده. دونك هضرنا على المرض المناعاتي، هضرنا على انه مزمن، قلنا انه غير معدي، ونقولوا ايضا انها الوراثه تدخل في هذا المرض. فالناس اللي كيديروا صدفية ستكون عندهم واحد السمة وراثية في الجين ديالهم، أنهم الاحتمال أنهم يديروا هاد الصدفية راه وارد. إمتى كيديروا هاد الصدفية؟ يعني كيحملوها في الجين ديالهم، اللي عنده صدفية في دودها الولادو، ولاد ولادو الجين الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، كل شيء هادو تي ممكن يكونوا حاملين هاد السمة الوراثية، ولكن فوقاش كتخرج التوتر، التوتر، الاعصاب، المشاكل، قله مدار، قله الشيء، هادشي كامل كيقدر يخلي الصدفيه اللي هي راكده وكانت شحال هذه في الدم وما كاينش عندها كي كنقولوا لك اكسبريسيون، ما عندهاش واحد بلا ما كتشوفوهاش على حيز الوجود، فقط كتقدر تخرج. كذلك التدخين، يعني اللي كيكمي الكحول، هادو كلهم من العوامل اللي كيخليوها تخرج لنا على حيز الوجود، مع العلم انها ممكن انها تكون راكده حياتنا كامله وعمرنا ما نشوفوها. بعض الادويه اذا تناولنا بعض الادويه بحال اللي تشمتها هو تيقدر يخرجها لنا. الكورتيزون اللي حنا كنعرفوا بانه هو الماده الفعاله للعلاج ديال الصدفيه، هاد المادة الفعالة إلا خديناها على شريك عن طريق الفم، ولا خديناها عن طريق إبر اللي كتسبك في البساطة، فممكن أيضا تخرج لنا الصدفية على حيز الوجود، أو ضعف لنا واحد الصدفية اللي كانت عندنا ديجا وكانت عندنا قليلة والأعراض ديالها خفافين. دكتور نادية، أكيد الصدفية مرض عنيد شوية وصعيب، كيقدر يستمر لفترات طويلة. ممكن أيضا يتحسن بعد المواسم، ممكن يتفاقم في مواسم، فمثلا أنه في هذا الموسم هذا واش كيتزاد الحدة ديالها ولا كتخفاف؟
طبيعة الحال. فكانت هذه هي النقطة اللي وقفت عليها. فمن ضمن الأشياء اللي كيعاودوا يخرجوا هاد الصدفية فهو العامل تاع البرد. دونك كنعرفوا بأن الصدفية كتحسن بواحد التحسن كبير بزاف في الوقت الصيف مع الناس فاش تمشي البحر، ما البحر الهواء تحسن والشميشة كتحسن. ولكن في البرد غالب الناس اللي تكون عندهم صدفية شويه كانت راكده، حيت كنقولوا حنا هي مزمنه، فاللي كتكون في عندهم شويه راكده كتعاود تزيد وكتعاود تفيق وكتعاود تنوض، وكتكون يعني مضاعفات ديالها في فصل الشتاء اكثر واكثر. طيب كنعرفوا انه يمكن هو مصدر ازعاج للمريض اللي فيه الصدفيه، ما تيكونش مسكين مرتاح، بالاضافه للازعاج ديال الحكه وديال الالم والقشور يقدر يتسبب له حتى في العجز احيانا الى طول الموضوع، مثلا يرتبط بالتهاب المفاصل. واش الصدفيه فيها انواع؟ نقدروا نعرفوا انه فيها انواع فيها درجات ولكن غير صدفيه واحده؟ بطبيعه الحال الصدفيه فيها عده انواع. كيفما شرت ذاكرا الشرط بأن صدفية سهلة واللي التشخيص ديالها سهل هو فاش كتكون من وراء الوقود ومن وراء الجنون. دوك ساهلين، قشرة بيضاء فضية كترتاح على واحد الجلدة اللي هي محمرة يعني شوية طيبة. إلا قطعنا حيدنا هذاك القشرة تقدر يدوز لنا شوية في الدم ولا كنشوفوا شي حاجة حمراء بزاف. دوك هذه هي الصدفية المعتادة اللي كنشوفوها. هذه كتكون يا إما عن طريق تكون صدفية الوحية، اللي كنقولوا الوحية فهي اون بلاك واحد فهمتي بلاك كبيره اللي كتكون بحال هكا وكتكون على شكل صفائح، ممكن تكون على شكل قطراويه اللي كنقولوا قطراويه بحال شي بيضاوي بحال شي درهم ولا شي حاجه بحال هكا، وكتكون على الجسم كامل الجلد كامل ممكن تكون تماك. كذلك تقدر تكون على شكل نقط، وكنشير بان اللي كتكون على شكل نقط خصوصا تكون عند الاطفال، وتتكون بسبب واحد البكتيريا اللي كتهيجها وكتسمى الستريبتوكوك. ودونك باش نقول بان الصدفيه عند الاطفال كتكون البرونوستيك ديالها زوين، وتتكون بانها تقدر تمشي وعمرها ما تعاود ترجع مجرد ما اننا نداويو غير هذاك الميكروب. دونك كلشي كيمشي وعمرها ما كتوقع عاوتاني ترجع. ممكن تكون هذه الصدفيه كاينه غير في فروه الراس وكتكون على شكل واحد القشره، غير هذه القشره كتكون على شكل غليظه كبيره وكدينا واحد لوكاس كبير. ومن كيف ما كنقول دائما كتكون عندها هذاك السيمه الفضيه، وملي كنبغيو نحيدوها الدم كيدوز لينا لتحت. كتقدر تكون عندنا الصدفيه في الاظافر، وكتكون وهذا الوقت ملي كتكون في الاظافر فريمون كتكون صعيبه باش نشخصوا المرض، خصوصا ملي كتغير عندنا الصدفيه في الاظافر والجسم ديالنا كامل ما فيه حتى حاجه. فاش كتكون في الاظافر كتكون على شكل نقيطات يعني ضفر منقط. وملي دائما كنهضروا على هذاك الدي اكوتر، هذاك العرفتي هذاك واحد لابياس كيستعملوها الخياطه كتكون منقطه بزاف، كيكون دايرينها في صبعهم باش ما تدخلش فيهم البرا في صبعهم. كي كتكون كلها مثقبه فبحال هذاك لاسبيس بحال هذاك المظهر تيكون عند الطفل ديال الناس اللي عندهم الصدفيه. بعض المرات كيكونوا مطاشين بحال شي زويته مطاشيه بحال هي كنطاشط واحد التوب، فالظفر تيبان بحال مطاشي بحال بالزيت. وبعض المرات تكون الظفر تيكون غليظ بحال فيه الشامبينيون. وهذا الشيء كيف ما قلت لك علاش كيخلينا الا ما كانش عندنا صدفيه في الجسم كانت عندنا غير صدفيه في الاظافر، فكيكون التشخيص ديالها شويه بعض المرات صعيب. وكنقدروا ولا بعض المرات تنمشيو نلجؤوا للخزعه، هذه المره ماشي جينيتيه ولكن خزعه ديال الاظافر. اكيد حنا غادي نتوقفوا على التشخيص دكتور، يعني بحكم انه كيبان من العين المجرده قلتي الصدفيه كتبان، يعني تقدر تشوفي بعض العلامات واعراض على الجلد، ولكن كيلزم اكيد فحوصات كيلزم تحاليل. شنو تديروا باش تتاكدوا انه راه فعلا راه صدفيه؟ الوغ كيف ما قلت اول حاجه الصدفيه بعد مرات كتبان لينا من العين المجرده وكنقدروا نعطيوها لو تريتمون. وكيرتبط هذا يعني باش نديروا التحاليل من شخص الى اخر. يعني تتعرف بان الناس اللي ميسرين كاين اللي الناس ماشي ميسرين. هو الاحسن دائما كنديروا الخزعه الجلديه ديالنا ولا الخزعه تاع الاظافر اذا كان في مستوى الاظافر، فكنديروا الخدعه الجلديه فكتبين لنا بانها صدفيه. داكوغ من بعد ملي كيتبين لنا انها صدفيه فكنقدروا على حسب الفئه العمريه اللي عندنا اللي عنده الصدفيه، فكنقدروا كنعاودوا نديروا واحد التحاليل. حيت حنا كنعرفوا بان الصدفيه كيقدر يجيو من وراها واحد المضاعفات، دونك هذاك المضاعفات هما بحال اللي كنبداو نقلبوا عليهم كنقلبوهم من بعد. فكنتقلنا نديرو التحاليل ديال الكوليسترول في الدم، ديال الشحنه في الدم، تنديرو التحاليل ديال السكري، التحاليل الكلاوي، التحاليل الكبده. فهاد التحاليل كلهم تتلزمنا ماشي باش نشخصو المرض، ولكن باش كنقلبو على بعض المضاعفات اللي ممكن تجينا من هاد الصدفيه.
يعني كاين ليها مضاعفات. كاين ليها مضاعفات بطبيعه الحال. فهضرتي لنا ديجا على المضاعفات تاع التهاب المفاصل اللي هضرتي عليها، هذه اول حاجه من بعد من بين المضاعفات اللي ممكن يجيونا من الصدفيه، ولكن كذلك راه عندنا ارتفاع الضغط فهو كيقدر يجينا من الصدفيه، كاين السكري خصوصا السكري 2 اللي حتى هو ممكن يدير لنا مشاكل، ممكن امراض العين، وهاد امراض العين يعني الكاتارات الجلاله ممكن عاوتاني حتى الطونسيون في العين حتى هو تيطلع، وهادشي كله من الاعراض من المضاعفات ديال الصدفيه. واخر حاجه واللي هي كتكون يعني تقريبا عند جميع المرضى، فبعض المرضى تكون عندنا واحد الامراض تاع الصحه العقليه، يعني ماشي ساهل بان الواحد يكون بالقشره ديالو ومرض مزمن وتيمشي هذاك الشيء وكيجين، فنعرفوا بان يكون عندنا بعض الاضطرابات في الصحه العقليه. وهادشي علاش ملي كنقولوا دائما فاش كنبغيو نداوي الصدفيه فخصنا نكونوا واحد التكامل علاج تكاملي، يعني ماشي غير تخصص ديال الجلد، يعني كتقدر تدخل مجموعه تخصصات بطبيعه الحال. هادشي علاش الوغ ملي كنبغي غير نشغلي هو ان الصدفيه بجميع هاد الاعراض اللي هضرت عليها طبعا المرات تكون صعيبه باش نعرفوا ندير لها التشخيص ديالها. هضرنا على الاظافر ونهضروا كذلك على الصدفيه ديال التنيات، لكننا كنهضروا دائما على الصدفيه كانها قشره، يعني قشره كبيره وباينه واللي كتعرفها تقريبا دابا بالبرامج التحسيسيه اللي كنديروا دائما راه الناس راه ولاو تيعرفوا شنو الصدفيه، ولكن بعض المرات تكون غير في الثنايا. ملي كنقولوا الثنايا يعني كتجي الواحد غير طيب، اما في المنطقه التناسليه وهذه خصوصا تكون عند الاطفال، فكتعرف كيكون كيلبسوا الحفاض وكنعرفوا بان كاع المراوات كلشي طابوا ليهم وليداتهم واحد النهار ولا نهار اخر. دونك يعني هاد الطياب يعني كندخلوها في حالات الطياب والتهاب، ما كتبقاش راه صدفيه هذا، وهاد الطياب اللي كيتستمر وما كيبغيش يتعالج وكنعطيو الدوايات كلشي ومده كبيره، فهذا كنعرفوا بانه غالبا يقدر يكون صدفيه وتتعالج بنفس الطريقه كما كيتعالج الصدفيه العادي، غير هو تيكون يعني كما قلت التشخيص ديالو تيكون يا اما التشخيص ديالو جاي من المشكل من الوالدين لانهم تعطلوا لانهم تيقولوا غير طياب، يا اما المشكل تيكون في الطبيب زمام اللي يقدر ما نتعرفوش عليه من المره الاولى، لاننا ما يمكنش يجي الوليد طيب ونقولوا في الاول راه صدفيه، كنكونوا دايرينها في زعما من بين الاحتمالات، ولكن ولكن ما يمكنش نأكدوا حتى نشوفوا التحاليل مع العاد من الاول، خاصنا نعطيو التريتمون ديال يعني الشامبينيو ديال الطبيب العادي وتنشوفوا الا ما مشاش مزيان علاش كتقترحوا بان نديروا هذيك الخزعه الجلديه باش ناكدوا ولا نفيو انه كاين صدفيه. كاين واحد الحاله اخرى ان الواحد كيكون كتسمى صدفيه البثريه. الصدفيه البثريه هو تيكون الواحد نسى راسو عامر بالحبيبات مقيحين، حبيبات صغيرين بحال هذاك الحبوب بحال لاكليت الوجه، الحبوب ولا الحبوب اللي كيكون كيبان لنا من بعد الغازاج ديال الجينات وداك الشيء، فتيكون عامر كامل، الرائحه كتكون شويه مجهده، رائحه كاين كنقولوا حنا الرائحه ديال النوتروفيل، الرائحه ديال القيح تتكون عاطيه في الواحد، يعني تكون واحد الريحه من شويه ما زويناش وكتكون شاده من الساس الراس، تتسمى عندنا لا كيستيروز. كاين واحد الحاله اخرى حالات الاحمرار، يعني تيولي الواحد كتسمى عندنا لي غيتروديرمي، وهاد لي غيتروديرمي صدفيه المحمره الجلد ياك اكزاكتومون، كيكون محمر من ساسو راسو كله حمر طايب مزيان، يقدر يكون فيه شي بلاصه فيها القشره ممكن ما يكونش نهائيا القشره، فهذه من المستعجلات اللي كتكون عندنا في طب الجلد، لانه كنخافوا تكون عندنا بزاف الحوايج، يعني منها لا توكسيديرمي، يعني واحد دار شي انتوكسيكاسيون شي ميديكامون ولا شي حاجه، وتيترتب بانه يدخل يعني عاجلا ونبداو الفحوصات الاوليه. تشخيص المرض كيف ما قلت لك بانه تيكون بالعين المرئيه ملي تيكون الاعراض ديال الصدفيه راه باينين وواضحين، الى بعض المرات فاش تيكونوا بحال في هاد الثنايات احمرار اكسيتيرا تنديروا الخزعه الجلديه تكتفي باش تعطينا التحليله وكتعرف تنعرفوا تشخيص المرض، ولكن بعض المرات حتى التحليله الجلديه والخزعه الجلديه اللي كنديروها حتى هي ما كتعطيناش صح الخبر، لان بحال دابا فاش كيكون عندنا هاد الصدفيه تاع المحمره للجلد حتى هي ملي كنديروا ليها التحليله ما كتقدرش تعطينا الصدفيه 100%، لان من غير صدفيه كاين التهاب اخر، وهذا الشيء حتى هو اللي كيفينا بعض المرات اللي كيتعذر علينا، لاننا نعطيو ان تريتمون مقاد الا كان في مثلا في التاريخ العائلي ولا
هو السيد معروف ولا السيدة معروف أنها عندها صدفية. يعني عرفنا غير هادو مضاعفات أخرين باش تقدروا نعطيو تريتمون يعني البلوتو بوسيبل وتنعطيو والعلاج كيكون في أقدم ما يمكن. يعني صدفية تصيب كيف قلنا بشرة الجسم، الشعر، ياك الحواجب، الأظافر، ما كتقصي حتى شي مكان. طيب الشفاء من المرض الصدفية هذا هو اللي يمكن صلب الموضوع اللي غادي نهضروا عليه. كثير تيقول لك صعيب ولا شفاء المرض الصدفية، وبالتالي خاصو صبر طويل ونفس في الأدوية. هل ممكن نحقو تحسن كبير ونقدروا أن احنا فعلا نتعالجوا من الصدفية دكتور؟ شو كاين الجديد يمكن في أنواع العلاجات المتاحة؟ في الصدفية، هو الصدفية أنا دائما كنبسطها للمريض بواحد الطريقة بسيطة. يعني احنا كنعرفوا بأن دابا مرض السكري، مرض ارتفاع الضغط، ملي شي واحد يكون عنده ما بقاش عندنا نقولوا شي واحد مسكين عنده مرض السكري مسكين، لانه ولات من الامراض اللي كنتعايشوا معاها. مرض مزمن، خاصنا ان ريجيم، خاصنا ان تريتمون، حنا كلشي بخير على خير. انا كنسقط هذا المرض على المرض الصدفية. فمرض الصدفية اول حاجه خاصنا نعيشوا بدون توتر، خاصنا نعيشوا حنا متقبلين المرض ديالنا، وهذا الشيء بجوجهم كينطبقوا على مرض السكري وارتفاع الضغط. يعني صافي مرض عادي عندنا، فيه المشكل الوحيد وهو انه جماليا خايب دونك، وما كيخليش واحد يشعر بالراحه ولا صاحبه الحكه، تتولي عندنا مشاكل. تريتمون ديالو باين، عندنا تريتمون تاع المرهمات اللي كيكونوا غالبا عباره عن كورتيزون. كنعاود نشير بان هذا الكورتيزون اللي كيتحط على شكل مرهنات راه ما يخصوش الشخص اللي عنده الصدفيه ياخذو عن طريق الفم. يعني الكورتيزون مرهن كيتحط فوق الجلد او خلطه او مهم اي حاجه من فوق الجلد. دونك الا كان نقاطي كنقدروا نعطيو دواء انتيبيوتيك، لانه غالبا تيكون جاي من واحد الميكروب سميتو الستريبتوكوك. الا كانت لا بيستيونوز ولا ريتروديرمي الى غير ذلك، كاين بزاف كاين الامراض، كاين الادويه المثبطه للمناعه واللي بحال الميثوتريكسات، وبحال كاين هذا البيو العلاجات البيولوجيه. دونك هادشي كامل كاين واحد التقدم. انا حاجه اللي كنوصي بها من الدراسات العلميه، كل يعني كل سنه كتخرج، وهو ان امراض المناعه ككل خاصنا نعرفوا بان ما تكلونش المناعة ما تهيجت لنا إلا لأنها ولا عندها واحد الخلل، ما بقاش كتعرف هذاك الشيء ديال الجسم من اللي ماشي في الجسم، الجسم ديال الغريب من الجسم تاع هنا. منين علاش كتخربق لنا هاد المناعة؟ كتخربق لنا إلا كنا كناكلو ولا كنتناولو شي أدوية ولا شي مأكولات ولا شي حاجة اللي كتكون غالبا من صنع الانسان، وهذاك الشيء اللي كناكلو كيكون من صنع الانسان كيكون كيشبه لينا شي حاجه ديال الجسم ديالنا. فاش كناكلوه المناعه ديالنا تتهيج باش يمشي يضرب لينا هذاك الشيء اللي كليناه جديد، ولكن كتلقى بانه هو كيشبه شي حاجه في المناعه ديالنا في الجسم ديالنا فاش كتضربو. دونك اهم حاجه في الصدفيه وهو النظام الغذائي ديالنا. فالنظام الغذائي ديالنا خص يكون شيء متوازن ولكن بيو، يعني نحيدوا جميع الحوايج اللي مصنعه ما ندخلوهاش في النظام الغذائي ديالنا. راه فريمون كاين واحد التحسن جميل جدا، وتحسن ملحوظ، وتتكون لاغيميسيون طويله بزاف. شنو هي لاغيميسيون؟ هي ان الواحد فاش كيبرى الاحتمال باش يعاود يرجع له كتكون مده طويله جدا، وفاش كيرجع له الصدفيه ما كترجعش له مهيجه بزاف. وهذا الشيء كامل ماشي غير النظام الغذائي، يعني ماشي واحد يقول ما بغيتش نكتفي بالادويه بغيت ندير غير النظام الغذائي ما هو ما كافيش. لا الادويه زائد النظام الغذائي. طيب دكتور نادية، من بين العلاجات الحديثة يمكن أنا في نطاق البحث على الموضوع بديت كنقرا بعض الدراسات الأخيرة، أنه بحكم أنه الصدفية كتحسن فترات ديال الصيف، يعني والشمس أشعة ما فوق البنفسجية تيولي المريض يحس بتحسن، فاخترعوا معالجة بالضوء وخصوصا هاد النوعية ديال الأشعة تتعطي نتائج جميلة جدا. من طبيعة الحال الضوء لا فوتوثيرابي ولا بيفاثيرابي، هذه من شحال هذه فهي كنعرفوها بانها كنعالجوا بها الصدفيه المستقصيه بعض المرات واللي كتكون في الجسم كامل حتى اكزومبل ديال الغدرمي كنديروها، فهي من داخله من ضمن العلاجات اللي كنستعملوها خصوصا
في الصدفيه اللي عندها الصدفيه ديال اليد والرجل. يعني معمول بها هنا في بلادنا كنديروا هذا الكي اكزاكت ومعمول فيها عندنا لا فيزيوثيرابي ولا فوتوثيرابي كنديروها خصوصا في البسورياسيس الصدفيه اللي في اليد والرجل. دونك اللي في اليد وفي الرجل كتولي كنعرفوا بان الصدفيه هذه مش شليها كبيره. دونك الصدفيه اللي كتكون في اليد والرجل كتسمى عندنا لا كيغاتو ديرمي بالمو بلانتير. شنو لا كيغاتو ديرمي؟ القشره في اليد. كتصور القشره في اليد إيه فوا كنقولوا القشره في اليد كنهضروا على القشره كنهضروا على قشوحيه كنهضروا على التفليحات كنهضروا على ان الواحد هذيك اليد ديالو ما كيبقاش يقدر يستعملها هذه اليد ديالو ما يقدرش لا بصمات عنده لا حتى حاجه. هذه ماشي كزيما هذه صدفيه هذه صدفيه كنهضر على الصدفيه حيت دابا حتى دابا بحال دابا الا واحد عنده شي كزيما في اليد فتقدر تصور صدفيه تصور حاجه اخرى. هذه كتكون في اليد وفي الرجل. دونك حتى الرجل حتى هي كتكون لا ميم شوز واحد الطبقه تاع القشره غليظه كترافقها تفليحات وتفليحات اللي كنقول الفلحه كتكون مؤلمه وكنقول اليد يعني اليد هي ديالنا هي لا بريونسيون هي اللي كنمسوا بها كنحطوا بها كنديروا بها والرجل هي اللي كنتمشاو بها. هادشي اش قلنا هذا كتسبب عجز في الحركيه والناس كتوقف حياتهم ودونك تتكون هذه الاشياء تكون ناجحه خصوصا في لا كيغاتو ديرمي بالمو بلانتير تاع اليد اليد وتاع الرجل كتكون النتائج ديالها جميله جدا. دائما كناكد ماشي علاج واحد اللي كاين ولكن بعض المرات كنديروا لا كومبينيزون ديال بزاف ديال العلاجات يعني كنجمعوا كنأسوسيو هذه وهذه وهذه باش نعطيو باش تكون نتيجه مريحه. حيت شنو الهدف ديالنا؟ الهدف ديالنا هو راحه المريض ماشي الهدف ديالنا هو ان نحيدوا الصدفيه من 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 ما كاينش العلاج ديال الصدفيه ولكن كنقلبوا على لو كونفور على راحه المريض. دونك المريض خاصو يعيش عادي كيف ما المريض السكري كيعيش بالسكر ديالو مقاد وما غيموتش بالسكري ديالو لانه غادي بالريجيم ديالو وبالدواء ديالو. فحتى الصدفيه ممكن واحد انه يعيش مرتاح عمرو ما يشوف هذوك الطبائع ولا الا شافهم كيشوفهم ينقلالو تيمشيو من بعد وهادشي بالادويه. الادويه ماشي علاج واحد ماشي جوج كل حاله كل مريض كل مريض حاله خاصه حاله خاصه على حسب لا سورفاس اللي هي اللي هي تعرضت المرض الصدفيه واش قليله ولا كثيره على حسب النوع واش في التنيات واش حمراء واش في نقيحه واش قطريويه واش هي الواحيه يعني كل واحد كداير. اهم حاجه فهاد الشيء كامل دائما العلاج يعني كنستعملوا المرهمات وكنستعملوا الاشعه وكنستعملوا المثبطات للمناعه وكنستعملوا العلاجات البيولوجيه ولكن فهاد الشيء كامل خاصنا دائما المتابعه النفسيه كتكون مهمه جدا لان واخا كنبسط المرض وكنقولوا راه كاين العلاج ولكن راه كنعرفوا بان الناس كيعانيوا من الصدفيه والناس اللي كتمشي الصدفيه علاش؟ لان التوتر هو دائما عندنا في الحياه ديالنا ولا ما عشناش هاد التوتر ولا ما زعما اون با بي ميتريزي لو ستريس ديالنا فتندخلوا في واحد الدوامه في واحد الحلقه مسدوده اللي كنبقاو دائما التوتر كيزيد لينا في كيخربق لينا المناعه. المناعه كتزيد لينا في الاعراض الصدفيه ملي كتزادنا الاعراض الصدفيه كنتوتروا اكثر التوتر عاوتاني كيخربق لينا المناعه وتنبقاو في هذه الحلقه اللي كدور وما كنقدروش نخرجوا منها. بعد خطرة كتنصحوا حتى بانقاص الوزن خصوصا الصدفيه ديال الثنايا ياك دكتور؟ هي عامل الوزن كيزيد هو عاوتاني التعرق هو عامل 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 الوزن ماشي كيزيد على الصدفيه كيزيدنا من المضاعفات ومن يعني التعفنات ولكن خصوصا كيف ما قلنا بان من المضاعفات ديال الصدفيه انه ممكن يكون عندنا السكري اثنان وكنعرفوا ان السكري اثنان مع زياده في الوزن ماشي مزيان. قد ما حنا زايدين في الوزن قد ما هاد المضاعفات ديال السكري وارتفاع الضغط كيزيدوا والتهاب المفاصل كيزيدوا. دونك هادشي علاش كنبغيو بان الواحد يكون تياكل مزيان يقوم بالحركات ديالو الرياضيه ويدير يحاول ينقص الوزن ديالو ما امكن. يعني دكتور باش نختمو بطبيعه الحال انه بعض المرات كتكون الامور تحت السيطره يقدر المريض يحس بتحسن ولكن بعض المره الى حضر غير سبب من هذه الاسباب اللي ذكرتي تقدر تهيج عليه عاوتاني صدفيه وتعاود تحيه من جديد وتستمر معاه النوبه. اثناء النوبه مثلا شنو خاص بعض النصائح اللي خاص المريض يعتمدهم باش يخفف عليه على الاقل الالم اللي يحس به نتيجه هذا المرض؟ اول حاجه نهضر انا لا قبل من النوبه اول حاجه كناكد بان المرض تاع الصدفيه هو مرض مزمن. دونك خاص المريض يعرفوا
اثناء التشخيص نهار كنشخصوا المرض خصنا نقولوها للمريض كيتم يعني تنقولوها ليه بواحد الطريقه اللي كيتقبل بها المرض ديالو، وخاصو هو يعرف بان المرض مزمن وخاصو يرضى بالصدفيه. يعني ماشي صافي نهار يسمع الصدفيه صافي مشى فيها انا عنده مرض خايب، راه هذا ماشي مرض خايب، ماشي مرض كونسيرف، هذه ماشي مرض كيعدي، ولكن هذا مرض مناعاتي. وهذه مهمه. علاش كنقول هذه مهمه؟ لان الناس اللي ما تعرفوش انه مرض مزمن وكنعطيو الدواء كنعرفوا بان الدواء راه الي ميغاكولو، يعني كنعطيو في الكورتيزون بعد ما ترى كنعطيو الكورتيزون ما كدوز سيمانه والواحد الشخص اللي كان كل عمر قشره ما كيبقى فيه حتى حاجه. ياك دونك هذه الحالات، يعني كيف ما كنهضروا على حالات خايبه راه كاين الحالات الزوينه. دابا المشكل فاش واحد كيفرح براسو راه كنعرفوا بان ممكن تجيني هنا نوبه اخرى. دابا المشكل فاش كتجي لي نوبه اخرى ولا فاش الوقت اللي كيبدا يتزاد وعاوتاني يعني الطبعه الاولى ولا الطشه الثانيه ديال الصدفيه فكيتحطم نفسيا، تيبقى يقول عاوتاني ها هو عاود رجع. دونك غير هذاك التحطم النفسي وهذاك التوتر تيخلينا باننا عاوتاني ما كنميتيزيوش العلاج مزيان وهو ما كيستجبش العلاج مزيان. لهذا الشيء واحد كيكون عارف بان نوبات ديال الصدفيه ممكن تجي في اي وقت وكنستعدوا لها نفسيا. والحاجه اللي كنقولوا اننا مادام انها برات المره الاولى خصبر المره الثانيه. هذا هو اللي خصو نقولوا في راسنا بحال واحد عنده يعني المريض خصو ديما يتحلى بالصبر وبالامل. هذا هو العلاج، اهم علاج. ويعرف بانه مرض واحد من عنده مرض الثقه راه كنعرفوا بانه كيجيه الازمات اللي هو اللي كيعرف راسو راه كيعرف الازمه فاش ما كيبقى يتلولع ما كيهبط. حنا كنشوفوا الموت هذا وصل لي هو تيعرف بانه صافا باسي غادي تمشي وغادي نولي عاوتاني لاباس ثانيه. دونك هذا هو الفكره اللي كنبغي نوصلها للمريض اللي عنده صدفيه ان النوبات راه كاينين ولكن راه دائما من بعد النوبات راه كاين العلاج. طيب العلاج في النوبه كتكون بطبيعه الحال كنهضر الساعه اللي كنهضروا على كنحاولوا ناسوسيو بزاف الادويه فتره باش يكون تكون لا ريميسيون باش يكون النتيجه باسرع ما يمكن، حيت قد ما هو كيتحسن قد ما النفسيه ديالو كتحسن قد ما كيستجب للعلاج اكثر قد ما كنساليو كتعطينا النتيجه في اقرب ما يمكن كتكون كلشي تعالج ما بقى فيه حتى حاجه. قد ما كنزيدوا ومازال المرض ما كيبغيش يتقاد لينا ومازال ما كنقدروش نستابيليزيو المرض قد ما النفسيه ديالو كتحطم وتنوليو في اننا باش نبريزيو المرض كيكون شويه صعيب كيزلنا مده كبيره. صحيح لا بالنسبه للمريض ولا كذلك حتى بالطاقم الطبي اللي غيكون مشرف عليه. مشكوره دكتور ناديه رضوان طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه والتجميليه، كنتي حاضره معنا عبر الهاتف. كان ولابد منا لرفع دائما شعار التوعيه والتحسيس بهذا المرض، خصوصا انه كان كبير ديال المعلومات اللي غادي تفيد المريض وحول المرض، انه الاهم انه قلنا ماشي معدي. فكان بطبيعه الحال لانه العالم كيحتفل كل 29 من اكتوبر باليوم العالمي لمرض الصدفيه، فقلنا ولابد منا انه في حلقتنا ديال يوم الاثنين نهضروا على هذا الموضوع. شكرا جزيلا للمتتبعين.